في كل حلقة من بنات المتوسط لازم يصير شيء صادم أو شاطح. جمعنا لكم بهذا الفيديو أكثر 10 لقطات صادمة بالمسلسل، وراح نبدأ من الترتيب العاشر. أنا ملابسي ماركة كلها من سيتي ماكس. المفروض سيتي ماكس فخم يعني؟ نعم. نورا لا وقفي، نسيت ايش صار في حفل الامهات. انا اسفة. You can get some. شروق رتب الاسم. ابلة نورا تحاول تغش مني السؤال الاول. وقبل الاختبار يبدأ كانوا يبغون يغششهم، راحت علينا وهذا الشيء ما يجوز. يا بنت الكل ما بيهدى من المعلمة. حركوا قدامي يلا. فقيرة نقدر نتاح شوي. هاو وش ذا شيء؟ بسم الله وراي يتحرك. او ماي جاد سكرنا لصباها. يا الله اني اسفة. رايك وديك البقالة. أخيراً قصتنا برات جديدة بدل ما تكسروا. كيف برجع البيت الحين؟ بانكاي. المدرسة كلها ثلاثة أدوار، ليش للحين قاعدين نطيح؟ توحد المقومات. لو يسمعك الرئيس فصلك من المدرسة. أنا أشوف نستدرجهم برا. واحد آف يا حبيبي عبود. يلا يا حلوين، من يبغى يلعب صدى مع الضيوف؟ معيني بعطيك وقت تهربين وترجعين للمقر. اوكي اذكر امي كانت واقفة هنا، في شيء غلط. هذه نهايتي خلاص، وانا ما قابلت بي تي اس. احظى هذا اللي تدورون عليه. لكن تظري خل اشرح لك. خلاص ملاك، وانت بينا نطلع تبين نسوي لك نيو لوك. انا اللي بسوي نيو لوك لوجهك الحبيب. ملاك خليني افهمك، اسمعيني، كنا بنتك عليه. قرقر كثير ما يبغى. حبيتين انت امك كان ما في احد مات غيرها. يعني قصدك موتة أمي كافة؟ سارة أهربي، لا توجهينا، ما في مجال. يدي ملاك بسرعة، حط يدي بالفريزر وشكي لو الأكل اللي طبخته خلص. سارة والله بسرعة بسرعة. أتعزتكم بموتة أمي ها؟ وشاكم تجربون الشعور عشان تفهمون شوي. دام الموضوع تافه كده. ايش قاعد يمر شريط حياتي قدامي؟ لحظة ليكون بموت. لا مو مستعد احد ينقذني بليز. ترجمة